السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أينما كنتم أهلا بكم إلى حصاد السعيدة، أبدأه بالعناوين. بعد 10 أيام من اختطافه بالعاصمة صنعاء، جماعة أنصار الله تفرج عن مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد عوض بن مبارك. الكشف عن رؤيتين لحل أزمة الفراغ الدستوري في البلاد، الأولى تتمثل ببقاء هادي رئيسا، والثانية تتضمن تشكيل مجلس رئاسي. خلال إحاطة قدمها لمجلس الأمن حول الوضع في اليمن، بن عمر يؤكد أن فرص التوصل إلى تسوية للأزمة لا تزال ممكنة. تفاصيل هذه الأخبار وغيرها من الأخبار مشاهدينا نتابعها إياكم، ولكن بعد هذا الفاصل. شركة الوحدة لإسمنت المحدودة. إسمنت الوحدة منتج بمواصفات عالمية عالية الجودة. إسمنت بورتلاند عادي بقوة وجودة مضمونة. إسمنت مقاوم للملوحة. إسمنت الوحدة صديق للبيئة. إسمنت الوحدة رؤية جديدة لصناعة الإسمنت. أفرجت جماعة أنصار الله اليوم عن الدكتور أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب رئاسة الجمهورية بعد حوالي 10 أيام من اختطافه بشارع 60 بالعاصمة صنعاء. ووصل بمبارك إلى منزل الشيخ عوض بن محمد الوزير، وهو أحد الوفد القبلي الذي وصل في وقت سابق من شبوة لاستلام بمبارك. ونقل عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم إنه تم الإفراج عن مبارك بدون شرط أو قيد. إلى التفاصيل. هذه الصور الأولية التي تظهر مدير مكتب رئيس الجمهورية أحمد عوض بن مبارك في منزل الشيخ عبد الله الوزير بعد ساعات من إطلاق سراحه اليوم في العاصمة صنعاء وتسليمه لقبائل شبوة. وفيما لم تعرف حتى اللحظة تفاصيل إطلاق سراح بن مبارك، تداولت كثير من المواقع الإلكترونية عن مطالب للنفي خارج البلد من قبل جماعة أنصار الله. ذهبنا إلى المجلس السياسي للجماعة لتأكيد أو نفي ما تداولته تلك المواقع، ثم إلى منزل المستشار صالح الصماد، ولم نخرج بنتيجة، كما كان الحال مع الأمانة العامة للحوار التي رفضت التصريح بحجة أنها ستصدر بيانا حال تم الإفراج. يذكر أن مدير مكتب رئيس الجمهورية اختطف في 17 من الشهر الجاري في العاصمة صنعاء عند توجهه إلى دار الرئاسة. وللوقوف على هذا المستجد وهو الإفراج عن أحمد عوض بمبارك، ينضم إلينا، يبدو أن الانقطاع ليس جاهزا، سنحاول التواصل مع الشيخ عوض الوزير لاحقا. نواصل حصادنا. كشف قيادي في التنظيم الوحدوي الناصري عن وجود رؤيتين لحل الأزمة الحالية التي تعصف بالبلد، وخصوصا في مسألة استقالة الرئيس هادي. وقال الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الناصري محمد مسعد الرداعي في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية إن الرؤية الأولى تتضمن مسألة بقاء عبد رب منصور هادي رئيسا للجمهورية وتراجعه عن استقالته مقابل ضوابط وضمانات مطروحة عليه وعلى الآخرين بمن فيهم جماعة أنصار الله. أما الرؤية الثانية فتتمثل في تشكيل مجلس رئاسة لإدارة البلاد، وهو ما يتطلب إعلانا دستوريا، وسوف تترتب على هذا الجانب أمور كثيرة. وأشار الرداعي إلى أن الرؤية الأولى تحافظ على الوحدة اليمنية وعلى قضية الجنوب، أما طرح موضوع إعلان دستوري فسوف تزداد الأوضاع سوءا، وسيترتب عليه أمور أخرى ليس على الجانب السياسي والأمني فقط، وإنما أيضا على الجانب الاقتصادي، لأن الإعلان ينهي التزامات الدول التي يفترض أن تقدم إلى اليمن مساعدات ومنح، وهناك قائمة مهام في هذا الجانب منها الإصلاحات وترتيب الأوضاع ومحاربة الفساد. وهذه رؤيتنا في الخيارات الصعبة بمسألة تشكيل مجلس رئاسي. الآن ينضم إلينا عبر الهاتف عبدو غالب عضو الدائرة السياسية لتنظيم الحزب الناصري. بداية أستاذ عبده، أيوة نعم،
أي الرؤيتين ترى أنها أصح وتتضمن البقاء وتحسين الوضع بالنسبة لليمن واليمنيين؟ نحن في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، ومن بداية الأزمة التي أتت على إثر استقالة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي، كنا نؤكد بأنه لابد من حل هذه الإشكالية، وطرحنا تصور لإخواننا في اللقاء المشترك على اعتبار بأنه الحل الأساسي الذي يمكن أن يكون مناسبا في هذه المرحلة، خاصة وأن وجود عبد الرب منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني في إطار العملية السياسية للانتقال السلمي للسلطة في إطار مبادرة الخليجية، وكذلك أيضا اتفاق السلم والشراكة وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، هو عدول عبد الرب منصور الرئيس الجمهورية المستقيل عبد الرب منصور هادي عن استقالة، وكذلك حكومة الوفاق، لتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية التي كانت قد تحددت في إطار مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والعملية واتفاق السلم والشراكة. هذا الاتفاق الذي يضمن، وكما أكد أيضا الأمين العام المساعد، يضمن وحدة اليمن واستقراره، ويضمن أيضا الوصول إلى بناء دولة مدنية حديثة قائمة على الشراكة الوطنية وقائمة على المواطنة المتساوية، وهي التي ناظر الشعب اليمني منذ فترة طويلة، وأيضا فيما يتعلق بثورة 11 فبراير. أستاذ عبده، بالنسبة للرؤية الثانية قلتم بأن هناك أمور كثيرة تترتب في حال قبولها، ما هي هذه الأمور الكثيرة؟ كما قلت، نحن في التنظيم الوحدة الشعبي الناصري كنا طرحنا هذه الفكرة، والحقيقة بأن هذه الفكرة أيضا الآن تبلورت في إطار رؤى ثلاث قدمت حقيقة في إطار الحوار الذي يدور حاليا الآن بين القوى السياسية. الرؤية الأولى هي أن تذهب الاستقالة إلى مجلس النواب، وهذا رأي يمثل المؤتمر الشعبي العام، ونعتقد بأن هذه الرؤية أيضا حتى هذه اللحظة لا تحظى بإجماع كبير، خاصة وأن استمرار مجلس النواب كان بناء على العملية السياسية والتسوية السياسية وفق المبادرة الخليجية، وكما أن أيضا التصويت في إطار مجلس النواب هو تصويت توافقي وليس بالأغلبية، وبالتالي الآن هناك رؤية أيضا أخرى قائمة تطرح على أساس تشكيل مجلس رئاسي، وهذا الخيار حقيقة أيضا يمثله رأي إخواننا في أنصار الله. هذه الرؤية حقيقة نحن في تصورنا بأنه هذه الرؤية اللي هو تشكيل مجلس انتقالي، والآن مطروح أنه ممكن تكون مجلس انتقالي رئاسي انتقالي، يكون أيضا رئيس الجمهورية المستقيل عبد الرب منصور هادي طرفا فيه أو رئيسا لهذا المجلس، لكن تشكيل مجلس رئاسي انتقالي يتطلب إعلان دستوري. إعلان دستوري معناه أن هناك انقلاب على العملية السياسية وعلى عملية التسوية السياسية، لأنه على ضوها يتطلب تعطيل الدستور، تشكيل حكومة إنقاذ وطني، تتطلب أيضا على ضوها كثير من القضايا المتعلقة بالعلاقات. طيب أستاذ عبدو، هذا بالنسبة لكم، أما بالنسبة لبقية الأحزاب أي رؤيتين يمكن تنفيذها بالنسبة لبقية الأحزاب؟ أنا قلت حقيقة الآن هناك رأيين مطروحين، رأي يمثله المشترك وهو الخاصة به، لم تعد رؤية التنظيم حقيقة، أصبحت الآن رؤية أحزاب اللقاء المشترك ومن ضمنها التنظيم الوحدة الشعبي الناصري، الحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح، وهي عدول عبد الرب منصور عن الاستقالة وحكومة الوفاق والاتفاق على ضوابط لتنفيذ المرحلة الانتقالية. وهناك رأي آخر مطروح أيضا للنقاش، وهو مجلس رئاسي انتقالي، وطلب من القوى السياسية كل على حساب أن تقدم رواها في الإيجابيات والسلبيات فيما يتعلق بهذين الخيارين، لكي يتم النقاش حولهما للخروج بالبلد من المأزق الذي هو فيه. إذن أستاذ عبدو غالب، عضو الدائرة السياسية الحزب الناصري، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أكد سياسيون وقيادات أحزاب إن اجتماعاتهم ومشاوراتهم مستمرة مع الأطراف والقوى السياسية الأخرى برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر. بعد يومين من انسحاب بعض أحزاب اللقاء المشترك وحزب الرشاد السلفي
من جلسة الحوار مع أنصار الله برعاية المبعوث الأممي جمال بن عمر إلى اليمن نتيجة ما وصفته بممارسات العنف. كشف التنظيم الشعبي الوحدوي الناصري عن استمرار الجلسات واللقاءات مع جماعة أنصار الله بغية التوصل لاتفاق ينهي الأزمة. نحن لدينا حوارات متواصلة ولسنا بيننا قطيعة نحن وأنصار الله، ونحن أكثر نلتقي معهم بأمور كثيرة. أولا هي المظلومية، والثانية من أن لدينا نعرف أين من يقفون ضد مصالح اليمن، ولدينا الموقف من المقاومة والممانعة والقضية الفلسطينية في ثوابت مشتركة بيننا وبينهم. من جهته قال الحزب الاشتراكي بأنه لم ينسحب من العملية السياسية وإنه مع الحوار، ولكن قام فقط بالتعليق المشروط للحوار مع أنصار الله. نحن من الموقعين على اتفاقية السلم والشراكة، ولا جديد في موقفنا بهذا الخصوص. نحن أوقفنا الحوار مع جماعة أنصار الله قبل يومين، والسبب هو أننا أردنا أن نعبر عن بشكل أقوى عن احتجاجنا على استمرار نشر مسلحين أمام منزل النائب الأمين العام للحزب الاشتراكي ومنعه من مغادرة منزله، وأيضا فرض حصار مسلح على بقية وزراء حكومة الكفاءات. يأتي هذا في حين وصف بيان الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية ما حدث في اليمن بأنه انقلاب، محملة أنصار الله مسؤولية ما يجري في اليمن، وهو البيان الذي سبق جلسة مشاورات مجلس الأمن الخاصة لمناقشة تطورات الوضع في اليمن. بن عمر، أنا رجائي وقف عن هذه التصريحات، لأنه ليس المجلس الأمن وليس للدول الراعية وخيبة أمل كانوا، باعتبار أنه لم يكن لهم موقف منذ المبادرة الخليجية. تمام، الظاهر أن هذه الدول تبحث عن مصالحها ولا تبحث عن مصلحة اليمن، وتتجاهل أن اليمن يقع على مضيق باب المندب له موقع جغرافي سيتضرر منه الجميع. خياران لا ثالث لهما لحل الأزمة في اليمن كما أشار محللون، الأول بعودة الرئيس هادي، والثاني بتشكيل مجلس رئاسي تتوافق عليه كل القوى الوطنية، وهو ما اقترحه بن عمر. وبين هذا وذاك حتى الآن تغيب ملامح الانفراج. وبالعودة مشاهدينا إلى موضوع الإفراج عن مبارك، ينضم إلينا عبر الهاتف محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لأنصار الله. بداية أستاذ محمد، هناك بعض المصادر الإعلامية والإلكترونية تحدثت عن شروط للإفراج عن بمبارك ومن ضمنها نفيه خارج البلاد، ما مدى صحة هذه المعلومات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ليس هناك أي شروط على إطلاق أحمد عوض بن مبارك، وقد تم إطلاق استجابة لوساطة الشيخ عوض باوزير بحكم أنه من محافظة شبوة، ولا يوجد هناك أي شروط لإطلاق صراحة. طيب أستاذ محمد، تفاصيل والإجراءات التي تمت حتى ساعة الإفراج عن مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد عوض بن مبارك. أنا لست على اطلاع بتلك التفاصيل، ولكن عموما هي تفاصيل ليست مهمة، أهم شيء أنه تم إطلاق سراحه وهذا وبدون شروط، وهذا يعني يعتبر أهم خبر في هذا الموضوع. طيب أستاذ محمد، أيضا مدى صحة المعلومات التي تقول أن هناك شروط، قلت بأنه ليس لديك تفاصيل حول كيف تم الإفراج عن مبارك، الخطوة القادمة بعد أن تم الإفراج عن مبارك ماذا بعد؟ نعم، أنا أؤكد أنه تم إطلاقه بدون أي شروط، وهذا شيء أنا متأكد منه وواثق منه وستثبت الأيام صحة ذلك. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، إطلاق أحمد عوض بن مبارك هي خطوة لا تقدم ولا تؤخر، لأن المتغيرات والأحداث التي حصلت في اليمن من بعد توقيفه قد أصبحت أكبر من قضية توقيفه. وما يهمنا الآن هو توجه أنصار الله بخصوص المرحلة القادمة، وأكده هو السيد عبد الملك الحوثي في كلمته هذا اليوم، حيث أكد على أن أنصار الله ليس لديهم توجه للانفراد بالقرار السياسي،
وأن أن الثوار أو أن الثورة تدفع في اتجاه الشراكة الوطنية. وأيضا أرسل رسائل مطمئنة للخارج بأنه ليس لدينا نوايا عدوانية ضد الدول الخارجية وخصوصا الأخوة الأشقاء، وبالتالي فإن عليهم أن يكونوا حريصين على مصلحة اليمن، لأن إدخال اليمن في حالة من الفوضى سيؤثر سلبا ليس فقط على اليمنيين وإنما على الدول المحيطة. إذن الأستاذ محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لأنصار الله كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر إن فرص التوصل إلى تسوية للأزمة في اليمن لا تزال قائمة، مشيرا إلى أنه أبلغ مجلس الأمن الدولي بأن دور الأمم المتحدة في اليمن أصبح ضروريا للغاية. بن عمر أكد أنه قد قدم إحاطة خلال جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن حول الوضع في اليمن وعن المستجدات الأخيرة على الصعيد السياسي والأمني وحقوق الإنسان، إضافة إلى الجهود المستمرة من أجل تجاوز الانسداد السياسي. وجاء في إحاطة السيد بن عمر أنه على اتصال وثيق ومستمر مع كل الأطراف السياسية من خلال تنظيم اجتماعات يومية للأطراف الموقعة على وثيقة السلم والشراكة. كما أكد أمام المجلس أن الإمكانية لا تزال قائمة من خلال المشاورات الحثيثة مع كل الأطراف السياسية لإبرام اتفاق يتيح المضي قدما في العملية السياسية وفقا للمرجعية التي أسست لها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة الوطنية وما تبقى من مهام آلية تنفيذ المبادرة الخليجية. كما أهاب المستشار الخاص للأمين العام لشؤون اليمن بكل الأطراف للتعاون بنية حسنة لخدمة المصلحة الوطنية العليا لليمن. جدد زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي تمسكه بالنقاط الأربع التي تتضمن تصحيح هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار وتعديل مسودة الدستور والشراكة ومعالجة الوضع في مأرب. ووصف الحوثي في كلمة له على قناة المسيرة استقالة الرئيس هادي بالخطوة الغريبة والشاذة واعتبرها غير جادة وإنما تهدف إلى المناورة. بعد استقالة الرئيس والحكومة وتطورات الأحداث في الساحة اليمنية ظل الجميع بانتظار خطاب زعيم جماعة أنصار الله، حتى جاء الخطاب أخيرا محملا بالكثير من الرسائل السياسية لمختلف الأطراف، حين اعتبر الاستقالات خطوات غير موفقة تهدف إلى الالتفاف على الدستور، مشيدا بالخطوات التي أقدمت عليها اللجان الشعبية لصد ما أسماها بالمؤامرات. كانت الخطوة الشاذة غير السليمة هي الخطوة التي تمثلت باستقالة الرئيس وكذلك تقديم الحكومة لاستقالتها، ونحن ندرك ولربما الجميع يدرك أو الأكثر يدرك أنها كانت خطوة تهدف إلى مناورة، يعني كانت خطوة غير جادة، الهدف منها مناورة من أجل الابتزاز، من أجل العمل على فرض تلك الالتفافات التي يسعون لفرضها في الواقع، ولكن رب ضارة نافعة. وبما أنهم قدموا تلك الخطوة بسوء نية فعساها إن شاء الله تكون خيرا لهذا البلد. زعيم جماعة أنصار الله حذر من التآمر والدفع بالبلد نحو الانهيار داعيا لاجتماع شامل يوم الجمعة القادمة يضم مختلف القوى السياسية للخروج إلى حلول. التآمر على هذا البلد والدفع به نحو الانهيار أو الفوضى سيكون له مردود سلبي على المنطقة بكلها، وبالتالي ليس في مصلحة الجميع لا في الداخل ولا في الخارج من الدفع بهذا البلد نحو الانهيار أو نحو الفوضى. هذه مسألة خطرة جدا ولها تداعياتها السلبية والكبيرة في الداخل والخارج. الموقف الصحيح من كل أصدقائي وأشقائي هذا البلد في ظرف كهذا أن يدعموا الخطوات الإيجابية، كما كنا قد سمعنا بعض المواقف التي رحبت أو دعت إلى انتقال سلمي للسلطة. الخطوات التي أعلنت في بعض المحافظات الجنوبية ومحافظة مأرب اعتبرها زعيم الجماعة خطوات استفزازية هدفها إثارة الفوضى.
إذا كان هناك أي طرف من القوى السياسية في الداخل أو القوى الخارجية يتصور أن بإمكانه من خلال إثارة فوضى هنا أو هناك أو من خلال خلق المزيد من المشاكل أن يحول دون نجاح شعبنا اليمني العظيم في الوصول إلى أهدافه المشروعة المحقة العادلة التي فيها خير له وليس فيها مضرة على الآخرين فهو واهم. أقرت الكتلة البرلمانية والشوروية وهيئة الرقابة على مخرجات الحوار الوطني في الجنوب الاستمرار في قطع علاقتهم مع مجلس النواب والشورى والهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار، معتبرة أن العاصمة صنعاء محتلة من قبل من وصفتهم بالانقلابيين. ودعا المجتمعون مجلس الأمن وجامعة الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي إلى احترام إرادة الشعب الجنوبي في تقرير مصيره عبر استفتاء حر ونزيه شفاف. وانتقدت الكتلة والهيئة في بيان اليوم تجاهل المجتمع الدولي والإقليمي وتباطؤه في التدخل القوي والحازم لثني مسلحي جماعة أنصار الله جراء ما يقومون به في العاصمة صنعاء حد وصف البيان. يؤكد المجتمعون على رفضهم القاطع لكل الخطوات الانقلابية التي تمت بعد اجتياح ميليشيات الحوثي الانقلابية للعاصمة صنعاء، وتعلن عدم اعترافها بها كونها تمت تحت الضغط والإكراه من قبل الانقلابيين الحوثيين. يؤكد المجتمعون على استمرار في قطع علاقتهم مع مجلس النواب والشورى والهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار إثر قيام ميليشيات الحوثي الانقلابية باختطاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك ومرافقيه، وتعتبر العاصمة صنعاء عاصمة محتلة من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية. استشهد جندي وأصيب اثنان آخران بجراح في مدينة المكلا محافظة حضرموت. مصادر محلية قالت إن عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون انفجرت أثناء مرور دورية عسكرية، ما أدى إلى استشهاد جندي وجرح اثنين آخرين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
أكد مجلس الشورى أهمية مواصلة مساعي الحوار بين الأطراف السياسية لبلوغ مخارج توافقية في إطار الدستور، وأهاب بكل القوى اليمنية تحقيق الشراكة الوطنية في تعزيز التجربة الديمقراطية اليمنية عبر استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية المتفق عليها. جاء ذلك في بيانه الذي أصدره في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس عبد الرحمن محمد علي عثمان. كما أكد البيان ضرورة إعادة النظر في عضوية ونظام الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ومراجعة مسودة الدستور وإخضاعها للمناقشات العامة بين منظمات المجتمع المدني وتنفيذ الإصلاح الانتخابي وإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بعد مراجعته لإصلاح بنية الدولة، ثم إجراء الانتخابات العامة وذلك خلال مدة يتم التوافق بشأنها. مشاهدينا الكرام، لا زال حصادنا مستمرا معكم، ولكن بعد هذا الفاصل. قال محافظ تعز شوقي أحمد هائل إن أبناء تعز ضد العنف والفوضى ومع المدنية والسلام والتعايش السلمية، وإنهم لن يقفوا مع أحد ضد الآخر. وأشار المحافظ شوقي خلال ترأسه اليوم اجتماعا مشتركا للمكتب التنفيذي ومدراء المديريات للوقوف أمام مستجدات الساحة الوطنية وتقييم ورفع مستوى أداء المكاتب التنفيذية والمديريات بالمحافظة. تفعيلا لعمل السلطة المحلية وتقييما لأداء المكتب التنفيذي بمحافظة تعز، عقد صباح اليوم اجتماعا مشتركا بقيادة المحافظة ضم المكتب التنفيذي ومدراء المديريات. الاجتماع الذي حضره أمين عام المجلس المحلي تطرق إلى أهمية تفعيل مستوى الأداء والانضباط الوظيفي في جميع مكاتب ووحدات الجهاز الإداري. كما أكد فيه المحافظ أن تعز ليست مع طرف ضد الآخر، وأن الجميع مع مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، وبأن أبناء المحافظة ضد أي ممارسات خارج النظام والقانون. كما نوه محافظ تعز إلى أن محافظة تعز حرصت على تطبيق قانون السلطة المحلية في تسيير شؤونها منذ وقت مبكر. كما وجه جميع الجهات الإدارية الالتفات إلى التفاني في تعزيز خدمة المواطن في جميع مفاصل المحافظة والاهتمام بما يعود عليه بالفائدة بشكل أساسي بعيدا عن التجاذبات السياسية. المحافظ أشاد بكافة المكونات السياسية وبجهود اللجنة الأمنية بتعز لأنها استطاعت ترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة. وفي الاجتماع أيضا تم تشكيل لجنة لتقييم أداء لجان المناقصات بالمحافظة. كشف حقوقيون عن مقتل طفل وكان من بين ضحايا هجوم الطائرة بدون طيار أمس على منطقة حدودية بين محافظتي مأرب وشبوة. وأوضحت المنظمة الوطنية لضحايا الطائرات بدون طيار إن التلميذ محمد صالح قايد طعيمان البالغ من العمر 12 عاما كان بين 3 أشخاص قتلوا في هجوم الأمس بطائرة بدون طيار. المنظمة أوضحت أيضا إن والد الطفل القتيل وشقيقه الأكبر قتلا في هجوم بطائرة بدون طيار في عام 2011، وإن شقيقا ثالثا أصيب في هجوم آخر بطائرة بدون طيار. قتل عدد من مسلحي أنصار الله في اشتباكات مع مسلحين قبليين في مديرية رداع بمحافظة البيضاء. وقالت مصادر محلية إن مسلحين قبليين مدعومين من القاعدة نصبوا كمينا لأحدى الدوريات التابعة لأنصار الله في منطقة حمة صرار بقيف رداع، ما أدى إلى مقتل من كانوا على متنها. وأضافت أن اشتباكات اندلعت بعد ذلك بين الطرفين دون أن يتسنى معرفة عدد ضحايا الجانبين. قالت مصادر قبلية إن مناطق قيف رداع تعيش الآن توترات شديدة مرشحة للانفجار في أي لحظة. وكشفت المصادر أن هذا الاحتقان جاء بعد وصول تعزيزات عسكرية تضم دبابات وآليات عسكرية ثقيلة من اللواء 39 ميكا وعربات وأطقم وجنود من فرع قوات الأمن الخاصة برداع إلى منطقة المتار وبلاد الجوف بمديرية القريشية التابعة لقيفة رداع. المصادر ذاتها أشارت أن خلافا كبيرا نشب بين قبائل بلاد الجوف بقيفة
بين موافق بالسماح للحملة من المرور من مناطقهم وبين رافض. دعا شباب الثورة وحركة رفض الشبابية عن تظاهرة عصر غد بشارع 60 بالعاصمة صنعاء رفضا لما يصفه الانقلاب على السلطة. وقال بيان مشترك حسب قولهم إن تظاهرتهم هي استمرار للتعبير السلمي الرافض لغياب الدولة وتواجد المسلحين بالعاصمة والمدن. يأتي هذا بعد أن انتشر مسلحو أنصار الله في ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء منذ ساعات الصباح الأولى تأهبا لمنع أي تواصل المسيرات الشبابية الرافضة لما يسمى بالانقلاب والداعية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وقال شهود عيان إن مسلحين أغلقوا كل المنافذ والشوارع المؤدية إلى الساحة وقاموا بقطع الطرق في شوارع القاهرة والرباط والعدل. نظم شباب ثورة 11 من فبراير بمحافظة الحديدة وقفة احتجاجية اليوم رفضا لما يصفه بالانقلاب على الدولة ومؤسساتها الشرعية. وفي الوقفة التي نظمت أمام مبنى المحافظة رفع المحتجون شعارات منددة بما أسمته الانقلاب ورافضة لتواجد المسلحين وسيطرتهم على مؤسسات الدولة. وطالب المحتجون بخروج المسلحين من محافظتهم الحديدة وبقية المدن مؤكدين استمرار فعالياتهم التصعيدية حتى تحقيق كامل الأهداف. وفي سياق متصل فقد نظم طلاب جامعة الحديدة وقفة تضامنية للتضامن مع طلاب جامعة صنعاء الذين تعرضوا لما قالوا إنه اعتداء من قبل مسلحي أنصار الله خلال اليومين الماضيين أثناء تنظيمهم لمسيرات احتجاجية رفضا لما أسموه بالانقلاب. نحن طبعا مطلبنا واضح وهو خروج الميليشيات المسلحة، انسحابها من أهم المنافذ البرية والبحرية. لا لإسقاط الدولة، لا شرعية إسقاط الدولة مستحيلة. كل احنا خرجنا محامين ناشطين إعلاميين ونطلب الجميع الخروج، وقفات احتجاجية كلها سلمية. دعا رئيس هيئة الأركان العامة لواء الركن حسين خيران قادة القوات المسلحة إلى الارتقاء بعملهم وأدائهم إلى مستوى المهام والتحديات الماثلة على صعيد التدريب والإعداد والبناء والتأهيل وبنوعية عالية وفقا ومتطلبات الخطط والبرامج المسندة دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا موسعا ضم الإخوة لواء الركن عبد الباري الشميري المفتش العام للقوات المسلحة واللواء الركن زكريا يحيى الشامي نائب رئيس هيئة الأركان العامة ومساعدي وزير الدفاع ورؤساء الهيئات ومدراء الدوائر وعددا من القيادات العسكرية. وأكد اللواء خيران بأن القوات المسلحة اليوم تمضي قدما إلى الأمام في تنفيذ مهامها الوطنية المقدسة وهي أكثر قوة وتماسكا بعيدا كل البعد عن المناكفات والدعايات المغرضة التي تستهدف زعزعة وحدتها وتماسكها، كما عبر عن ثقته بأن ما يمر به الوطن من إرهاصات وتجاذبات سياسية سوف تفضي إلى بناء اليمن الجديد الذي تسوده قيم الإخاء والتلاحم والتماسك ونبذ الحقد والكراهية. كشف المشرف الاجتماعي لأنصار الله بمحافظة إب الشيخ عبد الواحد المروعي أن أنصار الله بصدد تشكيل غرفة عمليات مشتركة بينهم وتجار المنطقة المحافظة على مدى 24 ساعة للتعامل سريعا مع بلاغات السطو المسلح. وأكد المروعي إن أنصار الله لن يكونوا بديلا عن الأجهزة الأمنية وإنما داعمين ومساندين لأجهزة الدولة، مشيرا إلى أن هناك توجه لدمج اللجان الشعبية في أجهزة الأمن. يأتي هذا في وقت هدد فيه تجار مدينة إب بالإضراب الشامل بعد تزايد عمليات السطو المسلح على المحلات التجارية بالمحافظة حيث وصلت 37 اعتداء. وعلى صلة بالموضوع فقد أقدمت عصابة مسلحة ليلة الماضية على السطو المسلح على إحدى المحلات التجارية في شارع العدين وسط مدينة إب. شهود عيان أكدوا إن 6 مسلحين كانوا على متن حافلة صغيرة حاولوا السطو على محل مواطن يدعى بندر محمد العواضي وطلبوا منه فتح الخزنة، إلا أنه رفض الإذعان للعصابة فما كان منهم إلا أن أطلقوا النار عليه فأصيب بإصابات بليغة نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات ولا زالت حالته خطيرة. 9 إلى 4 جاءوا باس فوق مسلحين، وبعدين
دلحفوا العيال وكانوا ياخذوا عليهم الفلوس والنهايه رموا على ابني هذا بندر. اجتمعنا بالاخوه التجار على اثر الحادث الايرامي الذي تعرض له اخونا التاجر محمد العواضي، ونجم عن هذا الحادث ان تعرض ابنه لاطلاق او للاصابه بعيره ناريه، تم نقله على اثرها الى المستشفى. اهم الامور التي خرجنا بها انه سيتم التحرز، اولا التحرز على من تم ضبطهم في الأجهزة الأمنية واستكمال إجراءات التحقيق معهم والأخذ بيد العقاب وتغليب جانب العقاب عليهم. كان هذا الخبر الأخير في هذا الحصاد تذكير بأبرز العناوين. بعد 10 أيام من اختطافه بالعاصمة صنعاء، جماعة أنصار الله تفرج عن مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد عوض بن مبارك. الكشف عن رؤيتين لحل أزمة الفراغ الدستوري في البلاد، الأولى تتمثل ببقاء هادي رئيسا والثانية تتضمن تشكيل مجلس رئاسي. خلال إحاطة قدمها لمجلس الأمن حول الوضع في اليمن، بن عمر يؤكد إن فرص التوصل إلى تسوية للأزمة لا تزال ممكنة. انتهى الحصاد مشاهدينا، نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، في أمان الله.